جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من جدة رمزت إلى اسمها بالحروف ألف ألف عين، تقول: كنت حاملا في السابع وجاء رمضان ولم أستطع صيامه، وبعد مروره أخرجت مبلغا من المال، هل علي قضاء أم ما أخرجته يكفي، علما بأني لم أصمه بعد وقد مر بعده رمضان آخر والحمد لله قمت بصيامه، هل علي إثم بأني أجلته حتى مر رمضان آخر؟ جزاكم الله خيرا. كان عليه أيام من رمضان لم يصمها فإنه يجب عليه القضاء إذا كان يستطيع القضاء ولو تأخر، ولو تأخر سنين فإنه يجب عليه القضاء ولا تبرأ ذمته إلا بذلك. أما إذا كان لا يستطيع القضاء لمرض مزمن أو لهرم فإنه يكفي الإطعام، يكفي الإطعام عن كل يوم مسكينا. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الذين يطيقونه هم الذين يعجزون عن الصيام لهرم أو لمرض مزمن. أما الذي يستطيع القضاء فإنه يقضي ولو بعد سنين، لكن إن كان تأخيره القضاء لعذر فليس عليه إلا القضاء، وإن كان تأخيره القضاء لغير عذر فإنه مع القضاء يطعم عن كل يوم مسكينا كفارة عن التأخير. نعم.